اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريات وأهل البيت الكرامة الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لك الحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا لعل في أعمالهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث معكم أئن ذكرتم بل
اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ولا يستطيعون توصية ولا إلى
بنا وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون Yeah.
يقدر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز والذين يؤمنون بما
في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مجيد. إنما يريد الله يذهب عنكم رجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته
ملائكته يصلون على النبي يا Yeah.
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء حسبك الله هو الذي أيدك بنصره ومن المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله إلا
رب الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا Oh.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بآمنين برحمة الله وكرمه صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بما الجنة ونعيم وأسعد لمن يسلم سلم ويبارك عليه أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية مصطفى
مستترا فإذا البركات على ما أنا له وأولى أتني بحمد موارده سائغة هنية فإن البركات على ما أنا له وأولى أتني بحمد موارده سائغة هنية ممتتيا من الشكر الجميل مطايا سلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجبال استمنح الله تعالى رضوان يخص الإطرة الطائرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن وعلا استنجد به هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه أنشر من قصة المولد النبوي برو تنحسانا أبقرية نادما من النسب الشريف كدا تحل المسامي بخلا أستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عادل الله هم قبل ولا
Yeah.
ارحم مجتمعنا غاية الحسن الختام. اللهم اغفر ذنوبي واكرم الارواح منا بنا بخير الانام. اللهم اغفر ذنوبي لا اله الا غفور. والصلاة الله على احمد ادى تحرير السطور. اللهم صل على محمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سلام يا سلام عليكم. You're listening to the Voice of the Cape on 91.3 FM. You're coming to live from the Asa Majeed Leadership Centre, 52 Olivan Chuk Road, Tafsa, Mitchell's Plain. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن
ونجنا من النار بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة بكرامة القرآن. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واستغفر ذنوب المستغفرين واقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالها أواخرها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنكسنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا ودعاءنا وجميع أعمالنا. اللهم تقبل منا القليل وسامحنا بالكثير ولا تؤاخذنا بالتقصير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يمتد ونعيما لا ينفد وكرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم أعطنا ولكل من الحاضرين إيمانا كاملا وأمانا دائما ورزقا واسعا وعقلا تاما وعلما نافعا وخلقا حسنا وأعطنا عزة وصحة وراحة وفرحة وقوة لعبادتك يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل الضلال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر
القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير وأنت الكريم الميسر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله لنعمة الإسلام الحمد لله لنعمة الإيمان الحمد لله لنعمة القرآن اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة وتجاوز عنهم سيئاتهم وشرنا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة اللهم حجا حجا مبرورا اللهم حجا حجا مبرورا اللهم حجا حجا مبرورا وسعيا سعيا مشكورا وذمما ذمما مغفورا وأعمالا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا نور يا نور يا نور يا نور يا نور يا نور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين ببركة سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم
وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم بفضلك دعواهم فيها يا سلام وخير دعوة ومن الحمد لله رب العالمين يا الله يا الله يا listening to the Voice of the Cape on 91.3 FM. We're coming to you live from the Asa Majeed Leadership Centre, 52 Olifant Soka Road, Revered. And it's in Tafelsig of Mitchell's Plain. Of course, that brings us to the end of our broadcast here. Just before we cross back to the studio, we make dua. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for Auntie Halima Ismail of Fairways. She's formerly of Claremont, celebrating her 100th birthday today. May Allah subhanahu wa ta'ala grant her health and strength and many more wonderful years, inshallah. I mean, with lots of love from her children and family. And this comes from the Khalant family. And also Suleiman Ambrose, who is in the Lentegier Hospital. Just before we cross back to the studio, I will have the Zulfikar, who is the trustee of the Asa Majeed Leadership Centre. Just want to give the contact number and the website number if there's a listener who wants to sponsor for the Asa Majeed Leadership Centre, inshallah. To contact the centre, inshallah, just visit the website at www.amlc.org.za or get in touch with one of our trustees, Zahir Moisa, whose contact details can also be found on the website. Shukran. For further information, you can contact Zahir Moisa, who is the treasurer. His contact number is 083-440-1450. And from all of us here, from the technical staff here, we need to cross back to the studio. And of course, our chairperson, I want to say something. Because if you cross the studio, and that is Zain Rikus. Zain? I just want to say a special shukran to Voice of the Cape and the extended team to come out this evening, on this cold evening, and to everyone that contributed in tonight's Dhikr. May Allah accept, inshallah. Alhamdulillah. Yes, finally, that brings us to the end of our broadcast here from Asa Majeed Leadership Centre, 52 Olifant Soka Road, Tafelsig, Mitchell's Plain. From my technical team here, alhamdulillah, we need to cross back to the studio. Instead, I have Umar Morris, and stay tuned to the Voice of the Cape for news. Repeating, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and back to the studio.